ورجعنا لكم تاني اعزائي مشاهدين قناه الصحه والجمال، اهلا وسهلا بيكم في فقره جديده من برنامجكم شباب لايف. معاكم انا خالد الحسيني، ومعايا في الاستوديو الزميل العزيز مصطفى كمال. اهلا وسهلا بيك اهلا مصطفى. وسهلا بيك، صباح الخير يا خالد. صباح الفل عليك يا مصطفى. النهارده موضوعنا قوي جدا، وفقرتنا النهارده هتبقى حلوه قوي، لان احنا باختصار هنتكلم عن الموجه الثانيه لفيروس كورونا اللي داخل علينا، واللي ربنا يا رب ينجدنا منها ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يا مصطفى، احنا يعني الموجة الأولانية غيرت مفاهيم كتير قوي عند الناس، سواء اقتصاديا رياضيا طبيا. فخلينا نعرف مثلا ازاي اقتصاديا الموجة الجاية ديت ربنا يا رب ينجينا منها على خير، ممكن تأثر معانا في الاقتصاد ازاي؟ احنا خلينا نتكلم بس يا خالد ان الفترة اللي احنا بنتكلم فيها ديت او الجزئية بتاعت الفيروس كورونا كوفيد-19 اتحولت تماما الى مرم السمع على كل النظر للعالم كله او كل الدول بصت لها بصة غريبة جدا. تقريبا اول شيء تقريبا كل الدول بصت فيها الموضوع نفسه اقتصاديا، ان الدول دلوقتي بدات كله ياخد الحظر الاقتصادي بتاعه ويقدر ان هو يبص ازاي يقدر يطور ويقدر ان هو يعدي الفتره الاقتصاديه بتاعته. عايز اقول لك ان الموجه الثانيه ديت كانت يعني كانت مقتبل على بعض الدول بمتخوفات اقتصاديه كبيره. طبعا طبعا يا مصطفى، لان اصل انت خلي بالك ان انت الموجه الاولانيه ديت اثرت في الاقتصاد يعني تاثير فظيع جدا وكبير جدا. فهل احنا دلوقتي نتعامل ازاي اقتصاديا مع الموجه الثانيه؟ لان الموجه الثانيه دي ممكن تعمل بجد ازمه اقتصاديه، اكبر ازمه اقتصاديه على مستوى العالم. لا، ما هو في حاجه احنا اتبسطنا منها كتير جدا في الموضوع نفسه في الفيروس كورونا. الاقتصاد طبعا احنا بنتكلم على الصوره الاقتصاديه كامله والصحه، يعني الاثنين مرتبطين ببعض. طبعا حتى طبعاً. انت لما تيجي هتبص على النظره الصحيه بتاعتك انت شفت اتبصيت لها ازاي؟ طبعا يا مصطفى، انت صحيا وطبيا اصلا مفاهيم الناس زي ما قلت في الاول كده ان هي اتغيرت تماماً. يعني بشكل بسيط كده الناس مفهومها عن الرياضه والصحه اتغير تماما. ازاي بقى؟ ان الناس بدات تكتشف ان الاكل الصحي والتمارين الرياضيه بترفع من مناعه. وخلي بالك الناس ما ادركتش دوت غير لما لقوا ان الفيروس دوت ملهوش لقاح او مصل، وهياخد وقت كبير جدا عقبال ما يتطبق ويتجرب على ناس كتير. لكن طب ما انت عارف في الموضوع الاقتصادي انت في شركتين، او شركه فايزر الامريكيه وشركه بيونتيك الالمانيه، الاثنين عملوا اتحاد كبير جدا مع بعض على لقاح وصل نسبه الشفاء بتاعته ل 90%. غير اطار كاملة المفهوم الاقتصاد والصحة العالمية. بدأت ان في دلوقتي الدول بتحجز اللقاحات، وطبعا كان في طبعا يعني وصل ان هو مثلا مليون او 2 مليون لقاح هيبدأوا بيه. طبعا في دول كتير جدا بتبدأ ان هي تتعاقد على بعض اللقاحات ديت عشان خاطر طبعا ده بيرفع منوات الاقتصادية. انت لما يكون عندك مثلا اللقاح ده موجود في الدولة بتاعتك ربما ما تقدر اللي انت تتجاوز بيه عدة اشياء. يعني انت موجود دلوقتي احنا بسم الله ما شاء الله، يعني بس يعني احنا الفترة اللي جاية ديت بنحاول يعني، والدولة بتحاول ان هي تتمكن كاملة من الموضوع فيروس كورونا، ان هي تتجاوز بعيدا كمان على الاقتصاد، وبدأت ان هي تدي الشركات او تدي رؤوس الاموال في الدولة اللي هم الاقتصاديين الدعم الكامل. عايز اقول لك ان في مرتفعات اقتصاديه ارتفعت كتير جدا، والتعاملات الاقتصاديه بين الدول ارتفعت بعد القرار بتاع الشركتين الكبار اللي في اللقاح نفسه. طبعا يا مصطفى، هو وجود اللقاح في حد ذاته ده بيطمن الناس سواء اقتصاديا او رياضيا او طبيا او اي حاجه، بس كل المجالات هو بيطمن الناس طبعا ان 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 ده ليه حل، او الفيروس ده ليه حل. بس خلينا برضه اوضح لك نقطه، ان الناس ما بداتش تهتم بالرياضه او بالاكل الصحي غير لما لقيت ان هو ملهوش علاج. بقى الحاجه الوحيده والحل الوحيد ان هو لازم ترفع من مناعتك الطبيعيه. يعني طبعا ده بتكلم طبيا واقتصاديا، عفوا طبيا ورياضيا، ممارسه الرياضه ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا جزء حياتك انت كمان. ممكن اصلا طبعا الرياضه بتتربط بالاقتصاد، ده شيء اكيد. يعني مثلا انت الناس بدات تهتم بدات تشوف دلوقتي الناس تهتم بالمشي والجري في الشارع. فاذا مفهوم الناس عن الصحه او الرياضه بدا يختلف تماما عن ما كان قبل الكورونا. بداوا ان هم يعرفوا ان انا مش عشان امارس الرياضه لازم انزل الجيم، لا ممكن لازم امارس في البيت، ممكن لازم انزل امارس في الشارع. بدانا نشوف مبادرات كتيره زي مبادره المنصوره بتتمرن دي، اشترك فيها يعني كميه
ناس كبيره جدا وعدد مهول من الناس، صح. وده يثبت لك، دي صح. اكتر حاجه تثبت لك ان فعلا فعلا الناس مفهومها اتغير تماما. ما ده هو غير بقى مصطفى، معلش بدون قطع كلامك، فضل. ده غير المبادره اللي عملتها وزاره الشباب والرياضه طبعا برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي درجتك صحتك. درجتك الصحه اتعملت في زايد دي تقريبا، دي اتعملت في زايد وفي في في كذا منطقه. وكمان طرحوا درجات او عجل للمبادره دي، وزير الشباب وزير اعرض الشباب عنها طبعا. برافو عليك. فاذا هنا الدوله بدات تتخذ اجراءات توعيه الناس بالرياضه. انت عارف في حاجه تانية مهمه جدا بقى، يمكن الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي اللي هم الكباتن او الخارجين تربيه رياضيه هم اللي ياخدوا بالهم منها، ان ماده التربيه الرياضيه وزاره التربيه والتعليم طلعت قرار ان ماده التربيه الرياضيه ماده رسوب ونجاح، ودي في حد ذاتها انا مقتنع بيها كخالد، يعني انا مقتنع بيها جدا ان دي حاجه قويه جدا وترفع سوق الرياضه في مصر. ودي صوره كامله طبعا، ده عكسيه تماما اللي انت بتتكلم على صوره اقتصاديه بتتشامل او بتتكون بين اقتصاد وصحه. طبعا ان عندك انت الفتره اللي طبعا جو بايدن الرئيس الامريكي الحالي دلوقتي اللي هو الرئيس المنتخب الامريكي، اول قراراته ليه او اول حاجات عايز ينفذها فيه اللي هو الموضوع اللقاحات العلاجيه للفيروس كورونا، ان ديت اللي هي اللي الاقتصاد كله يتبان على الصحه. يا خالد انت لو جسمك سليم هتقدر ان انت تقدر تكتسب بقى، تقدر طبعًا تشتغل طبعًا تقدر طبعًا تقدر تقدر تعمل كل حاجه، تقدر تنتج. ما ده اللي انا بتكلم فيه بصراحه، ان انت عشان تربط لازم هتربط الاقتصاد بالصحه او بالرياضه بالصحة او بالطب طبعًا. او عموما يعني. لكن احنا في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها ان الفيروس كورونا او ان الشركتين زي ما احنا عرفنا كده ان الشركتين فايزر الامريكيه وشركه بيوتيك الالمانيه ان هم اتحدوا مع بعض على نسبه اللقاح او وصلوا نسبه شفاء اللقاح بتاعته 90%. في طبعا دول كتير بدات انها تتعاقد زي ما احنا قلنا كده. عايز اقول لك ان هو اترفع عمليه الاقتصاد دلوقتي مبتسم كبير جدا، وعايز اقول لك ان مصر طبعا يعني انا مبتسم خير، يعني ان مصر طبعا متماشيه تماما مع الموضوع وفي نسبه تهنديل كبيره جدا، بس الشعب يعني احنا نتعاون مع بعض، نتعاون احنا نعدي الازمه ديت. او خلي بالك ان نسبه الشفاء بتاعه اللقاح ده وصلت 90%، بدات الشركات الكبيره تاخد نسبه الاستثمار. لا ده خلاص انا يعني انت عندك رجال اعمال، ما في فيروس كورونا موجود، في اقتصاد مش شغال، في ازمات اقتصاديه شغاله. طبعا انت عارف كل ما بترفع عمليه نسبه الشفاء في فيروس كورونا بتبدا عمليه الاقتصاد تزيد. انت عندك نسبه الاقتصاد بتاعتك في مصر بسم الله ما شاء الله، انت العائد التصديري بتاعك دلوقتي بيكبر بصوره كبيره جدا. طبعا طبعا يا مصطفى، هو كمان خلي بالك ان انت لما تبتدي وجود اللقاح في حد ذاته ده اللي احنا بنتكلم فيه ان هو هيفرق، هيطمن الناس شويه. بس برضو خلينا اقول لك ايه، ان احنا كشعب مصري ممكن برضو ما كناش بنهتم بالصحه قوي او يعني ماشي الدوله ليها دور طبعا في الصحه، بس في نفس الوقت انت كشخص لازم تهتم لازم بنفسك. تهتم بالظبط كده، لازم تهتم بنفسك. وجود اللقاح بقى مش وجود لقاح، ما فيش، انت لازم انت تهتم بنفسك عشان انت مناعتك المناعه الحاجه الوحيده اللي هتقدر من خلالها تحافظ على صحتك. وفي نفس الوقت انت كشعب مصري، احنا كشعب مصري حابب ان انا اوضح حاجه مهمه جدا واوجه لهم رساله، اهتم بصحتك واهتم باكلك، ان هو ده الحاجه الوحيده ان احنا هتقدر تقاوم بها الفيروس. وخلي الرياضه تبقى جزء من حياتك، وتعلم ولادك وتغرس فيهم حتة ان الرياضة ده شيء اساسي من يومك، شيء اساسي سواء اكلك رياضتك، ده حاجة اساسية لازم تكملها في يومك. فللأسف لازم ننهي الحلقة مصطفى، لو حابب توجه رسالة ولا اوجه حاجة. رسالة طبعا، انا بطمئن لكل شركات مصر اللي هي مبتدئة ان هي تبتدي شغالة في الاقتصاد بتاعها او المستثمرين الكبار او المصدرين، في دلوقتي لقاح دلوقتي بيتعمل، تقدر ان انت دلوقتي الحمد لله الدولة بتاعتنا بدأت يعني حتى رئاسة الدولة بكاملة اتحركت تماما ان هي تحجز جزء كامل من اللقاح اللي موجود من الشركتين دول. فطبعا في نسب كتير جدا هتبقى من الاقتصاد ورفع الاقتصاد المصري اللي موجود، وبسم الله ما شاء الله في تزايد كبير جدا في العائد التصديري اللي موجود. لا انا ببشر خير ان شاء الله، بس نبدا اللي احنا نتعاون مع بعض في عمليه اللي احنا نعدي الفتره ديت بوقايه كامله يعني. ان شاء الله باذن الله تعدي على خير ان شاء الله، وربنا يا رب يحفظنا جميعا ويحفظ بلدنا ويحفظ كل الناس حبايبنا وكل شعب مصر، وان شاء الله تعدي علينا على خير زي ما اول مره عدت على خير.
المهم بس احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على صحتنا واللياقه البدنيه ونخليها جزء من حياتنا. اتمرن في البيت ونخليها جزء من حياتنا، وان شاء الله نشوفكم على خير. للاسف احنا لازم ننهي الفقره بتاعتنا، نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه تانية وفقره تانية. ولو عندكم اي اسئله ومواضيع حابين نتكلم فيها ابعتوا لنا على البيج ان شاء الله بتاعتنا.